كنحس براسي ثقيل في البريباراسيون، كنمشي بطيء جدا باش نخدم غير حاجه وحده كنجلس فيها نهار، عندي الفهم ثقيل وهذا الشيء مرضني، حيت كل مره كنحس بلي مازال المواد الاخرين وكل ما داو شحال فيها وكنبقى شاغل بالي بزاف في هذا الشيء. علاش انا هكا؟ علاش الاخرين غاديين ديما مع الاستاذ وكنشوفهم كيفهموا دغيا والمواد كاملين شادينهم وما كيفوتهم والو، وانا ثقيل غير حاجه وحده كنبداها وما كنساليهاش؟ واش انا بليد؟ واش هما عطاهم الله العقل وانا عطاني شي حاجه اخرى؟ واش هما مكمولين وانا غير كامل؟ شنو ناقصني وفين كاين المشكل؟ الا كانوا كيجيوك هاد الاسئله في بالك وبعض الافكار اللي كيبقاو ياثروا فيك في المسار الدراسي ديالك وكيحبسوك باش ما تخدمش وكيحيدوا لك الحماس باش تنوض تقرا وتوجد دروسك والامتحانات ديالك، وكيبلوكيوك وتولي تقلب غير على شي حاجه تلف بها، ولا تهز التليفون ولا تفرج في التلفازه وتولي جالس كتضيع في الوقت وتفكر باقا لك هادي ما خدمتهاش وهادي ما خدمتهاش وما جاش تنوض وانت باقي كتضيع في الوقت ولا تخرج الزنقه ولا تنوض غير تنعس. فمن اليوم ما غاديش يبقى عندك هذا المشكل ان شاء الله، وغادي تنوض تخدم من دابا، وفين ما يبدا يرجعوا لك هاد الاسئله على بالك تفكر هاد الشيء اللي غادي نقول لك. يلا سي بارتي. اي واحد فيكم خاصو يعرف بان النظام هو اساس كل عمل ناجح، بمعنى اي واحد شفتيه ناجح في قرايته ولا في خدمته ولا في اي حاجه كيديرها فالسبب هو حيت عنده برنامج كيخدم عليه بشكل دائم وثابت ديما كل نهار. يعني انت الى جيتي وبغيتي تبدا وتفهم في الاول وتسالي بالزربه فانت اللي باغي تمرض راسك، حيت اي حاجه كتمشي بشويه بشويه، ماشي بالضروره نجبد المواد كاملين ولا غير ماده واحده ونقول خاصني نسالي هذا غيا نو، ماشي هذه هي الطريقه. هذوك اللي كيبانوا لك ديما فاهمين راه ديما كيوجدوا في الدار وكيخدموا كل ماده وكيعطيوها وقت محدد وعندهم نظام في الخدمه ديالهم، وبالتالي انت شنو غادي دير دابا؟ الا كان مازال لك لوقت الامتحانات غادي دير برنامج ديال الاسبوع ديالك كامل وحط فيه الوقت اللي تكون قاري فيه والوقت اللي عندك خاوي، وغادي دير كل نهار تخدم حاجه وتمشي على هذا البروغرام. ولا كان الوقت ما بقاش لك بزاف راني شارح في القناه في بزاف ديال لي فيديو طرق باش توجد الامتحانات ديالك اللي كيعتمدوا على الحوايج الاساسيين كالاسئله اللي كتحطها في الامتحان، وتخدم التمارين وتعرف الاسئله اللي كيتعاودوا، وناخذ من الكور غير داكشي اللي شفت في التمارين ونخدم الاساسي فقط داكشي باش غادي نجاوب في الامتحان، وبالتالي كلشي بين يديك. خاصك تعرف راسك فين وتبدا تخدم. وغادي نعاود نقول لك ونأكد لك بان النظام هو اساس كل عمل ناجح، ولا مشيتي حتى خليتي المواعين يجمعوا لك في الكوزينه وتجي في واحد الوقيته تقول لي انا غادي نغسل هاد المواعين كاملين، راكم عارفين شنو كيوقع والعجز اللي كيشدكم، حيت كون كان النظام والحاجه اللي تحطات كتغسل ما غاديش يجيك داكشي ثقيل، وبالتالي غادي يكون خفيف ضعيف وبالك مرتاح وغادي مزيان. فنظم وقتك مزيان وحيد منه كاع الحوايج اللي غادي يلهيوك ويحيدوا لك تركيزك وبدا تخدم وراك ما ثقيل ما والو، كون ثقيل في المحافظه على البروغرام ديالك وما تكونش خفيف تبداه وما تكملش، وغادي تفاليدي وتنجح ان شاء الله. جو فو سويت ان غران اي ان بون كوراج، اسيو نيكست تايم.